يعني بكل الحب احنا النهارده هنتناقش في موضوع مهم جدا. خلوني اقول لكم ان احنا موجودين في الملتقى الثالث للتربيه الخاصه. طبعا ما فيش كلام انه كلنا بنتابع اهتمام الدوله الكبير وعلى راسها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بذوي الهمم وذوي القدرات الخاصه، ويمكن في فعاليات كتيره بيشارك فيها الرئيس بنفسه وبيكون حريص ان هو يقف جنب اطفالنا وجنب ولادنا وان هو يدعمهم نفسيا ويلبي لهم كل احتياجاتهم. احنا النهارده موجودين في الملتقى الثالث، ويمكن خلوني اقول لكم انه الملتقى الثالث عنوانه واقع مزاوله المهنه حمايه ذوي الاعاقه. الناس بتفكر انه لازم اللي يتعامل مع ذوي الاعاقه او ذوي الهمم يكونوا مؤهلين لده، يكونوا متدربين، يكونوا كمان معاهم رخصه مزاوله المهنه. تفاصيل اكتر النهارده هنتابعها في الملتقى الثالث للتربيه الخاصه، تابعونا.